أهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من المشهد. نبقى في تونس، حيث قال رئيس التونسي قيس سعيد إنه على علم بما يدبر أو يدبره البعض في الداخل والخارج من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال بعد رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن توقيت القيام بها. ودعا سعيد إلى الانتباه لما يدبر من قبل بعض من وصفهم بالخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين على حد تعبيره. من جانبها طالبت النقابة العامة للحرس الوطني وزير الداخلية بتوضيح حقيقة التصريحات الرئاسية، وأضافت النقابة العامة للحرس أن أبناء المؤسسة الأمنية لن يكونوا كبش فداء على حد تعبير النقابة. وأثارت التدوينة جدلا واسعا في البلاد، إذ أشارت إلى عدم علم الأجهزة الأمنية بالمخطط الذي تحدث عنه الرئيس. نتابع مقطعا مما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد ثم نشرع في النقاش. أقولها على رؤوس الملأ، ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين. نحن لا تهمنا الحياة، بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب. نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج، وهناك مكالمة هاتفية السيد وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال. طيب، كان هذا مقطع من حديث الرئيس التونسي قيس سعيد. للتعليق على هذا ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ نور الدين عويديدي الكاتب الصحفي. مرحبا بك استاذ نور الدين. شكرا للالتحاق بنا من جنيف. معي عبر سكايب الدكتور انور الغربي الناشط السياسي والحقوقي. مرحبا بك دكتور وشكرا للالتحاق بنا. ومن تونس الناشطة السياسية المضربة عن الطعام شيماء بن عيسى. مرحبا بك يا استاذ شيماء، شكرا للالتحاق بنا. خلينا نبدا معك شيماء، في هناك في تونس، ما هي الأوضاع هناك وعملية التجاوب على الأقل مع هذا الإعلان، إعلان الإضراب عن الطعام؟ شيماء هل تسمعينني؟ سيدة شيماء هل تسمعينني؟ سيدة شيماء هل تسمعينني؟ سيدة شيماء؟ أنا أحمد مشت شيماء. تفضل أستاذ أحمد. أستاذ أحمد. أستاذ أحمد أسألك عن الإضراب الجوع هذا الذي أنتم فيه، أعلنتم عنه أمس. ما هو مدى الاستجابة لهذا الإضراب؟ وما هي آخر دعنا نقول التطورات بالنسبة لكم هناك على الأرض؟ أولا نحن قررنا هذا الإضراب لسبب، هو أن القمع الذي مورس ضدنا نحن مواطنون ضد الانقلاب يوم 17 و18 ديسمبر هو قمع أولا غير مسبوق منذ 10 سنوات، وثانيا يتعارض تعارضا تاما مع الدستور التونسي وخاصة مع الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات والذي يدعي قيس سعيد أنه ما زال يحافظ عليه. إذن السبب هو القمع الذي تعرضنا له والتضييق الذي تعرضنا له، ولكن والحق يقال تعرض له أيضا أحزاب أخرى حاولت أن تنظم وقفة احتجاجية يوم 17 ديسمبر ولكن تعرضت للتضييق الشديد. إذن هذا هو السبب. أما الدافع، أما الهدف عفوا، فنحن نريد أن نقول للداخل والخارج انتبهوا، أن هناك وز خطر، أن الرجل ذاهب في مشروع فاشي ديكتاتوري وسوف يلتهم، ولقد التهم فعلا كل بنود الدستور ولم يبقي منه شيئا ولم يحافظ لا حقوق ولا حرية كما يدعي.
أردنا أن نقول توحدوا، إن الخطر فعلا داهم، وإن الخطر الداهم الذي يتحدث عنه قيس سعيد هو نفسه، شخصه، مشروعه، حكمه، انقلابه. ولقينا والحق يقال مقبولية كبيرة، وزارنا تقريبا الكثير من الشخصيات الوطنية مثل السيد أحمد نجيب الشابي، وزارنا الكثير من الأحزاب. وعلى الجهات في الداخل المحافظات هناك يعني تشجيع كبير، بل حتى هناك محافظات تريد أن تنسج على منوالنا وتقوم بإضرابات جوع، كل يعني كل محافظة في مكان معين. إذن نحن طيب أستاذ أحمد رافعة. نعم. كم سيستمر هذا الإضراب؟ والله هو يستمر تقريبا 10 أيام. لذلك نحن نريد من الجميع أن يأتي ويشارك فيه بغض النظر عن الانتماءات الأيديولوجية والصراعات السياسية السابقة. علينا أن نغلق أولا هذا القوس البغيض، القوس الانقلابي، ثم نذهب إلى انتخابات مبكرة إذا نحكم فيها الشعب. إذا هذا هو المشروع، مشروع وفكرة الإضراب جوع. فيما يتعلق بالمشاركين، ما طبيعتهم، عددهم كذلك، هل هناك تعاطف من نخب تونسية، من المجتمع السياسي التونسي؟ المشاركون يعكسون طبيعة وفلسفة مواطنون ضد الانقلاب، يعني هي المشاركون نسخة من مواطنون ضد الانقلاب. نحن مختلفون فكريا وإيديولوجيا، إذا هناك اختلاف، هناك يساريين، هناك زعيم يساري من الستينات إذا عز الدين الحزبي، وهناك قوميون، وهناك إسلاميون، وهناك مستقلون. إذا نحن نريد أن نقول بهذا الاختلاف إننا نستطيع أن نختلف، ومع ذلك نستطيع أن نتعايش ونتوحد من أجل مشروع واحد هو المشروع الديمقراطي، ومن أجل مقاومة كل مظاهر الاستبداد. وها نحن قمنا بذلك أيها الشعب التونسي، انظروا كيف نحن مختلفون، وأقمنا يعني إضراب جوع ومتضامنون، نبيت مع بعضنا البعض ونتناقش بهدوء وبمحبة كبيرة. إذا نحن بهذا الإضراب وبمواطنون ضد الانقلاب نريد أن نقول للشعب التونسي إن الصراعات الأيديولوجية الحدية هي أسرع الوصفات وأسرع الطرق نحو الحروب الأهلية، وبالعكس إن الاختلاف والتآلف داخل الاختلاف وإيجاد أرضية مشتركة، سميها ما شئت، عقد اجتماعي مشترك، دستور، هي التي تنقذنا. ونحن رأينا بأم أعيننا في التاريخ وكذلك حتى في الجغرافيا كيف أن الانقسامات الحدية الإيديولوجية أو الطائفية رأيناها كيف تؤدي بالشعوب وتؤدي إلى حروب ودمار شديد لم يربح منه لا القوي ولا الضعيف ولا الأغلبي ولا الأكثر. إذن تعالوا إلى كلمة سواء ونواجه جميعا هذا الانقلاب ونذهب إلى صناديق الاقتراع ونحكم الشعب. يا سيدي، ومن يختاره الشعب مرحبا به فليحكمنا. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الغلوفي، الناشط السياسي والمشارك في الإضراب عن طعام، كنت معي من تونس. أستاذ نور الدين، أعود إليك. قبل أيام وقع إصدار حكم غيابي في حق الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي بتهمة التخابر أو بتهمة يعني العمل ضد أمن الدولة الخارجي. طبعا المرزوقي يرفض التعليق أصلا على الحكم ويعتبره مضيع الوقت التعليق عليه ولا يفيد. ما تعليق أنت بداية على هذا الحكم، ولماذا سعى قيس سعيد إلى إصدار هذا الحكم، تهمة كبيرة بهذا الحجم والحكم حقيقة لا يناسبها كما قال بعض المحامين؟ أحيي قبل أن أبدأ الصديق والزميل أحمد الغيلوفي، مناضل شرس حقيقي، مناضل ذو رؤية ذو أفق، كلامه مطمئن جدا. توانسة الآن تهمهم هي مسألة الديمقراطية. نحن مختلفون بطبيعتنا فلنتعايش تحت سقف ديمقراطي. أحيي كذلك الدكتور منصف المرزوقي، هذا مناضل شرس، مناضل قديم، يعني ناضل وقاوم ضد الدكتاتورية الأولى دكتورة بورقيبة ثم دكتاتورة بن علي، وقال قولات مشهورة في التاريخ المعارضة التونسية،
هذا رجل لا يصلح ولا يصلح، وفعلا هذا رجل انتهى بثورة هاربا خارج تونس. الآن قيس سعيد للأسف الشخص اللي انتخبوه التوانسة وكانوا يتوقعوا منه أنه يكون دفعة مهمة للثورة، نراه الآن يتحدث بشكل مستمر على 10 سنوات السوداء، يعني 10 سنوات الثورة. ما قبل الثورة كان يعتبرها 10 سنوات النور، سنوات الضوء، ولكن ما بعد الثورة يعتبرها سنوات سوداء. من العجيب أيضا أنه قيس سعيد برغم أنه سنتين منها كان هو رئيس الدولة. هو رئيس الدولة طبعا. نعم. من الغريب أيضا أنه في بعض الوثائق التي خرجت قيس سعيد ينسق مع الدستور الحر لتنظيم الانقلاب، لتبشيع صورة الديمقراطية، لتبشيع صورة البرلمان. الآن انتهى إلى الحكم على الدكتور المرزوقي. الدكتور المرزوقي رجل ديمقراطي، يبحث قيس سعيد على طريقة لتشويهه في أوساط المجتمع التونسي، فطلع بفكرة هذه المؤامرة وفكرة العمالة للمخابرات والتنسيق مع المخابرات الأجنبية لإصدار حكم الناس كلها تضحك عليه. حكم سخيف، حكم حتى القاضي اللي مفروض يزدره غاب يوم صدور الحكم، جت واحدة ثانية تعوضه، ما ناقشتش، ما ترحتش الموضوع على المداولة طول أصدرت الحكم. قيل أنه لم يبلغ حتى محاميه، لم تبلغ بموعد الجلسة. فالحقيقة أنه حكم أقرب إلى المهزلة، يعبر على عقلية قيس سعيد. المهم حقق الهدف، المهم سمع أنه ربما سمع أنه المرزوقي راجع إلى تونس، فلمنعه من الرجوع أصدر عليه الحكم. ولكن رغم ذلك حسب ما هو معلوم أن دكتور المرزوقي يفكر في العودة إلى تونس. في أمر ثاني طريف جدا أنتم بديتوا به المقتطف متاع قيس سعيد، اللي هي موضوع الاغتيالات. هذه خلينا سنعود لها بعد قليل. خلينا نأخذ بس تعليق دكتور أنور الغربي ناشط السياسي والحقوقي من جنيف. مرحبا بك مرة أخرى دكتور أنور، أود منك تعليق على هذا الحكم وعن أسبابه الحقيقية برأيك. تحية لك ولضيف العزيز الأستاذ الأخ العزيز نور الدين ولمشاهدي قناة المغربية أينما كانوا. طبعا الحكم أعتقد أشبع يعني تحليلا وبحثا، أنا باعتقادي لا يستحق كل هذا حقيقة. هو عبث بأتم معنى الكلمة، أنه يصدر في حق رجل بقامة الدكتور المرزوقي في الوقت الذي نتحدث كتبه تترجم إلى عديد اللغات حول العالم، ونحن نتحدث يعني منذ أسابيع قليلة تم الاتفاق مع أحد دور النشر الهندية الكبيرة لترجمة البعض من كتبه للغة الهندية، أيضا اللغة الملاوية التي يتحدثها عشرات الملايين من بلدان شرق آسيا وغيرها. وبالتالي نحن طبعا دون الحديث عن ما أنجزه الرجل خلال فترة حكمه، نحن نتحدث عن شخص دخل اسمه يعني التاريخ. ربما الكثير لا يعرف التاريخ الكبير، ليس فقط التاريخ السياسي أو الحقوقي أو النضالي أو ككاتب، نحن نتحدث عن رجل ربما لا يعرف الكثير في المنطقة بأنه كان في القوائم الأولى كي يتحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2013، ومن قدم ملفه كلهم من الغربيين. نتحدث عن رجل وقف له. دكتور أنور، أنت طبعا كنت المستشار الدبلوماسي للرئيس المرزوقي، في نفس السنة 2013 تحصل على أفضل شخصية مغربية لعام 2013، وكذلك على الجائزة الثانية أفضل رجل من 100 شخصية مع الأستاذ راشد الغنوشي. وكذلك جائزة من شاتنهاوس وجوائز كثيرة في الواقع. وبالتالي نحن نتحدث ربما من أهم الأشياء التي لابد التذكير بها أنه أنجز الرقم القياسي في التصفيق على مستوى التصفيق الغربيين والسياسيين في الأمم المتحدة لشخص وقوفا، 13 دقيقة تصفيق وقوفا في منظمة الهجرة واللاجئين هنا في جنيف خلال زيارتي سنة 2014، وطبعا رأيتم ذلك المشهد في الاتحاد الأوروبي. نعم. وبالتالي يعني بعد ذلك أن يأتي رجل لطفا ولكن لا تاريخ له، لا سياسي ولا نضالي، ولا لم يكتب كتابا واحد ولم يكتب مقالا
يعني ذا مرجعية ما يمكن يعتد به. وأنا كتبت تدوينة منذ يومين قلت بأني في لقاء مع عدد من السياسيين والبرلمانيين والشخصيات السويسرية عددهم كان 7 أو 8 لا أحد منهم هذا الأسبوع يذكر اسم السيد قيس سعيد، ولكن كلهم يعرفون الدكتور المرزوقي بلا أدنى شك وقرأوا له واطلعوا. وبالتالي التشبث بتلابيب المرزوقي لمحاولة المقارنة به أمر حقيقة لا يليق. يعني نحن نتحدث عن قامة كبيرة على المستوى الدولي، يأتي رجل بمستوى معين وصل عبر الديمقراطية أهلا وسهلا، ولكن أن يعني أن هناك قامات لابد من احترامها، هذه قامات تونسية تحترم كما هي. نعم. دكتور عنور ابقى معي. سينور الدين المرزوقي علق على الحكم قال أنه حكم سياسي، ما الذي يخشاه قيس سعيد من المرزوقي وقد أعلن الرجل اعتزاله السياسة في 2019 حينما لم يوفق في الفوز مرة أخرى برئاسة الجمهورية؟ طبعا بعد تحية صديقي وزميلي أنور الغربي، الحكم سياسي واضح ما في ذلك شك. الحقيقة صعب أن تفهم قيس سعيد كيف يفكر. أكثر التوانسة يعني يتوقع شيء من قيس سعيد يأتي شيء آخر، ليس عبقرية منه وقدرة على التفوق على الجميع، ولكن طريقة تفكيره ربما خضوعه إلى ضغوطات من لوبيات مختلفة متصارعة تخلي قيس سعيد يتصرف بطريقة صعب فهمها. صحيح أن المرزوقي يعني قال أنه اعتزل السياسة، ولكن هذا قامة غير عادية، وهذا كان رئيس سابق وهو مناضل مشهور، الآن رجع يعني بعد الانقلاب بقوة إلى المشهد التونسي. مصداقيته كون رجل حقوقي كون رئيس سابق تزعج جدا قيس سعيد، وبالتالي يبحث على طريقة لتشويهه لتلويثه لتخوينه لإقصائه بطريقة يعني سيئة. لكن للأسف اللي نشوفه فيه أنه طريقة بن علي من قبل كانت في ناس جدا قياسا بالطرق اللي يلجأ لها قيس سعيد، تشعر أنه رئيس بدرجة برتبة فلاح وليس حتى كالفلاح المنتج، وإنما يعفس في كل شيء. هذا رئيس للأسف يدمر في كل شيء، يعني مثل فيل دخل لفترينا كسر كل التحفل الموجودة فيها، كسر الدستور كسر المؤسسات، الآن يريد تكسير الشخصيات الوطنية، يحب يقضي على كل قامة حتى يصير هو القامة الوحيدة الموجودة في البلد. يعني هو المسألة إذن خوف من شخصية ونفوذ شخصية المرزوقي يجعله يتصرف بهذا الشكل؟ أعتقد أنه ما نقدرش نقول خوف، ولكن انزعاج شديد من رجل فصيح بليغ قادر على أنه يخاطب الناس بشكل مباشر، هو عاجز على أن يخاطب الناس إلا يعني بجمل ركيكة مكسرة ما تفهمش المعنى، أحيانا تبقى تبحث على المعنى وين يحب يقول الرئيس. حتى الفيديوهات اللي نشوفه فيها بعد ما يشتغل فيها المونتاج حتى تصير قابلة لأنها يعني تقدم نسبيا معنى، ولكن هذا رئيس مش قادر يقدم معنى. المرزوقي عميق جدا بالمعنى، المرزوقي مليء بالمعنى، وبالتالي هذا منزعج جدا يريد يكسر كل القامات حتى يبقى هو الوحيد في. دكتور أنور، حديث قيس سعيد عن اغتيالات وحتى مشى أبعد من ذلك أفشى سرا يقول أنه حتى اليوم نعرف اليوم، والمكالمة هاتفية تتحدث عن اليوم الموعود لتنفيذ الاغتيالات وكله، يعني هل فعلا أنت كنت يعني مستشار وكنت في القصر وتعرف كيف يقع التصرف مع الرؤساء خاص فيما يتعلق بالتقارير الاستخباراتية التي تصل الرئيس كل صباح وغيره، هل يمكن القول أنه يعني فعلا قيس سعيد يعني بمعنى تحت سيطرة يتصرف ويتحدث تحت سيطرة وتأثير هذه التقارير الاستخباراتية؟ لأنه مصطلحات حتى التي يستعملها منذ البداية، الصواريخ وقاع حكاية الغرف المغلقة وكذا، كلها مصطلحات قريبة للمصطلحات التي تستعمل مخابراتيا، هل فعلا الرجل تحت تأثير وسيطرة هذه التقارير؟ سيدي أنا أعتقد أنه هذه التقارير ليست معدة لتونس في الأصل، ربما أعدت لبلدان أخرى مشرقية، ولكن تنزيلها في الواقع التونسي صعب جدا ويكاد يكون مستحيل.
من الذي يستهدف قيس سعيد وما الهدف من ذلك؟ يعني أنا الذي أعرفه أن الطبقة السياسية في تونس والمجتمع المدني تقريبا هناك إجماع على أنه لا يبقى قيس سعيد في تاريخ تونسي وكأنه رجل مصلح أو أراد الإصلاح، هذا الذي أعلمه. وبالتالي استهدافه أو محاولة قتله كما يروج هو وجماعته هو عكس هذا التمشي. وثم لماذا؟ ما الهدف؟ نحن ليس لنا في تاريخنا التونسي ليس لنا هذه الأساليب. يعني ربما آخر محاولة يعني أراد بورقيبة في 62 مع عملية الأزهر الشريط التي أخرجها بورقيبة، وطبعا هذا تترك للمؤرخين، لسنا هنا للعودة على ذلك، ولكن منذ ذلك لا نعرف بأنه صارت محاولات جدية على الأقل في الاغتيالات. المرزوقي نفسه تعرض مرتين محاولة اغتيال بطرق مختلفة، هذا الأمر يختلف. يعني أن ولم يتحدث عنها المرزوق، تحدث عنها بعد ما خرج من السلطة. نعم. وبالتالي هذا يعتبر إرباك للمؤسسات، لما يخرج الرجل الأول الذي محمول عليه مفروض أن هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني الذي يعود له الكل للمشورة ويكون هو الثابت في الميدان، ليس أن يكون هو مرتبكا ويكون هو الذي يخرج أول الناس ليعلن على الأشياء، مفروض ليس دوره حتى وإن كانت دقيقة. هناك من يعني المؤسسة الأمنية، هناك متحدثين رسميين باسم المؤسسة الأمنية أو العسكرية تتحدث إذا قدرت أن الوقت مناسب للحديث عن ذلك، تقدم أولا الملفات للقضاء، يتم القبض على المعنيين، ثم بعد ذلك يتم الإعلان. ولكن أنه الرجل في كل تقريبا شهرين ثلاثة، هذه المحاولة الخامسة بالمناسبة التي يعلن فيها الرجل عن يعني تعرضه أو هو بشكل أو بآخر للاغتيال. والحالة الوحيدة التي قدم فيها ملف للقضاء أثبت القضاء أن الملف غير جدي، وأن الظرف الذي قيل حينها بأنه وصل إلى الديوان وأن مديرة الديوان تعرضت إلى يعني مشكلة في عينيها وحملت المستشفى، تبين لاحقا بأنه لا توجد أي رواية تؤكد هذه الرواية عدا البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية. وأثبت القضاء منذ أشهر قليلة بأنه لم يعثر على أي يعني بقايا لمواد سامة في القصر أو على هذا الظرف. وبالتالي وأصبحنا تذكرون أنه بعد تلك الحادثة أن العديد من الزعامات اتصلت لتسأل، لأنه الأمر جديد وغير معتاد. صحيح. لتطمئن. ولكن بعد ذلك أعلن الرئيس ثلاث مرات أخرى أنه تعرض لمحاولات اغتيال ولم يتصل به أحد ولم يتصل به أحد. وضحت الفكرة أستاذ أنور، أبقى معي، سنعود إذن لماذا يعلن باستمرار الرئيس على هذه الاغتيالات. أعود إلى تونس، شيماء بن عيسى الناشطة السياسية معي من هناك. شيماء مرحبا بك، هل تسمعينني الآن؟ نعم، أهلا وسهلا، نسمع فيك. اسمي شيماء عيسى. شيماء عيسى، بداية الإضراب يبدو أنه ماشي كما خططتم له من خلال من كان معنا قبل قليل أستاذ أحمد الغيلوفي في حديثه على نجاح هذا الإضراب، لكن ما تأثير، سؤالي لك، ما تأثير وأثر هذا الإضراب على عملية مقاومة ما تسمونه بالانقلاب والنشاطات المستقبلية، ربما قد يكون أبرزها أهمها يوم 14 جانفي في ذكرى انتصار الثورة التونسية؟ نعم، نحن لا نسميه انقلابا ادعاء، وإنما هذه هي الحقيقة، هذا هو الوقت العلمي، هذا هو الوقت الواقعي، وهذا ما يعيشه كل التونسيون والتونسيات منذ 25 جويلية، بعد الانقلاب على الدستور، بعد الانقلاب على المؤسسات الشرعية، بعد نصف كل مشترك ديمقراطي وسياسي في هذا البلد. نحن في مواطنون ضد الانقلاب، يعني كانت لنا تحركات سابقة لهذا إضراب الجوع. كنا قد دخلنا في اعتصام مفتوح في الشارع أيام 17 و18، ولكن جبهنا بالعنف الشديد وجبهنا بالاعتقالات. مع هذا يعني كانت استحالة مواصلة الاعتصام في الشارع، لهذا دخلنا في إضراب الجوع.
ثم لنا العديد يعني من المطالب ربما كنتم قد حدثتم عنها خاصة وأنها كانت في البيان بيان إضراب الجوع. كان أهمها يعني المطالبة بإطلاق سراح كل الموقوفين وإطلاق سراح المساجين السياسيين من نواب ومن غيرها. اليوم معناها كل المعارضين للرئيس يقع التنكيل بهم، وهذا المساء يعني آخرها بشرة سيدة بشرة بالحاج حميدة وهي ناس حقوقية يخرجوا لها قضية من 2012 ويحكمون عليها 6 أشهر سجن. هذا الرئيس المنقلب لا يشبع من التنكيل والتشفي بكل من يعارضه. نحن في مواطنون ذات الانقلاب، وبهذا الإضراب نريد أولا أن تكون هناك صحوة للرأي العام التونسي وللرأي العام الدولي في أن التونسيون والتونسيات يعيشون نكبة كبرى، نكبة ليس فقط في الديمقراطية وفي الحقوق والحريات، وإنما نكبة اقتصادية واجتماعية مع هذا الرئيس المتهور، هذا الرئيس الذي ضج بالبلاد في حكم الفرد وآخرها أيضا لن نقول قانون مالية، وإنما سنقول هذا الأمر بالميزانية الذي يعني يضرب الطاقة الشرائية ويزيد كهل المواطن بالأداءات. طيب سيدة شيماء، الآن ليس لنا تصور نهائي على هذه الميزانية. سيدة شيماء، الاستجابة تاع النخبة المختلفة المشارب الفكرية واضحة من خلال الفيديوهات ومن خلال كلامك، الاستجابة الشعبية، الدعم الشعبي لهذه المبادرة كيف تقومونه؟ نعم، هو في تونس ثم شارعين، يوجد شارع سياسي أي أنه متشبع بالفكر السياسي، متشبع بالفكر الديمقراطي، متشبع بحقوق الإنسان، ويوجد شارع الشعبي الذي يتحرك أساسا بمطالبة الاجتماعية أو الاقتصادية، وقليلا ونادرا ما يتحرك لنصرة الحقوق والحريات أو لنصرة الديمقراطية. قريبا إن شاء الله سيلتحم الشارعان، الشارع السياسي الذي هو سائر منذ 25 جويلية وشفنا كل المحطات معناتها التي في كل مرة يزيد التحاق التونسيين والتونسيات وتزداد دائرة ورقعة الرفض. والآن ومع هذا الاختناق الاقتصادي وكل هذه الأوضاع وخاصة معناها قانون المالية، ستنطلق الاحتجاجات وقد انطلقت، ونحن يعني أكيد نراقب ما يحدث في القصرين، ما يحدث في بعض الأحياء الشعبية، وهذا كله الزخم. يعني تونس معروفة في هذه الفترة خاصة يعني نهاية السنة وبداية جانفي، هنالك عديد من الأحداث تاريخيا التي كانت بداية لثورات أو بداية لتغييرات. نحن لا نعول على هذا فقط، وإنما نواصل فتحنا للانقلاب ومعارضتنا له بكل ما أوتينا من وسائل ومن قوة. واضح، شكرا لك سيدة شيماء. شيماء عيسى ناشطة سياسية ومضربة عن طعام، كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ نور الدين، إذا كان هذه الحديث على الاغتيالات من الرئيس قبل الرئيس في المرات الماضية ظهرت كلها ما عندها حتى معنى، وقد يكون هذا نفس العملية أثارت غضب، دعنا نقول نقابة الحرس الوطني كتبوا تدوينة يطالبون فيها وزير الداخلية بإيضاحات، يقولون نحن أبناء المؤسسة الأمنية لا علم لنا أصلا بهذا المخطط، لماذا إذن يستعمل الرئيس عملية الحديث أو كثرة الحديث عن الاغتيالات وعن استهدافه بالاغتيال عن أي شيء يريد أن يغطي أو أن يلفت النظر؟ أول شيء احنا نلاحظ أن اللغة التي يستخدمها الرئيس في عمومها لغة أقرب إلى اللغة العسكرية، يتحدث على الصواريخ، يتحدث على المنصات، يتحدث على القصف، يتحدث على أشياء كثيرة من طبيعة عسكرية. الآن يعني خامس محاولة اغتيال ولا معتقل واحد، حقيقة هذه فضيحة. في العالم كل يعني الأجهزة الأمنية تتحدث عن اغتيالات أو محاولة اغتيال، تعتقل الناس متهمين بالاغتيال طبعا، متهمين بتنظيمهم، تعمل داخلية أو جهة ما ندوة صحفية تشرح للمواطنين من الأطراف، ماذا وقع، لماذا، من المستهدف. في تونس ولا حد، حقيقة من عجائب الدنيا السبع في تونس هذه الموضوع الاغتيالات. يعني عندنا الرئيس تقريبا لم يكمل العامين ومع ذلك على 5 محاولات اغتيال مثل ما تحدث الصديق أنور الغربي، هذا أمر غريب.
يعني أنا نظن أن الرئيس إما يتخيل أو في جهات وأجهزة تلعب به قدم له في معطيات غالطة. إحنا من المعطيات الغالطة اللي انفضحت الآن موضوع محاولة اغتياله في الجنوب التونسي. عملوا سيناريو خرجت إحدى الصحف الصفراء قالوا أنه دعوه إلى المشاركة في كأس تونس، هناك في 100 تونسي موجودين في قاعة الوطية الليبية باش يجيبوا صاروخ ستينجر وباش يضربوه يقتلوه. هذه إحدى الروايات اللي خرجت. ماذا كان نتيجة هذه الرواية؟ نتيجة هذه الرواية أنه خسرنا السوق الليبية. أمس في خبر يقول أنه 2 مليون عامل مصري سيدخلون ليبيا في 2022 2023، كل عام مليون عامل. تونس بطالة، احنا اولى بالسوق الليبية. لكن هذا الحديث السفيه، هذا الحديث اللي ما عندوش منطق ما عندوش معقولية، يخلي رئيس يتهم دولة مجاورة بانها مساهمة في ترتيب عملية اغتيال ليه هو. ويتصل بالانتربول العربي باش يطلب المئة إرهابي تونسي الموجودين في ليبيا. فشوف النتائج هذه، يحسبها في تونس داخليا ما عندهاش تأثيرات ربما مباشرة، يعني تثير حالة من الفزع، حالة من القلق، تأثر على الوضع الاقتصادي، لكن في الحالة الليبية دولة ضد دولة، صار توتر حقيقي وخسرنا تقريبا السوق الليبي. هذه من نتائج أستاذ نور الدين. في داخل تونس حتى المساندين لقيس سعيد تعليقاتهم ولا واحد يدافع عن الرئيس، لأنه ما ثمش شيء منطقي، مصدق الحكاية، ما ثمش شيء منطقي، ما ثمش شيء معقول. مش معقول خمس محاولات انقلاب مع لا يوجد معتقل واحد، خمس محاولات انقلاب لا يوجد تفصيل للعملية. احنا شفنا في أيام بن علي كانت الأجهزة تفبرك وتصنع ولكن كانت تقدم شيء. طيب ما تأثير هذا كثرة الحديث عن الاغتيالات، تأثيرها الاجتماعي؟ يعني فترات الرجل تحدث على أن التونسيين الصادقين لابد أن يطهروا البلاد من الخونة وغيره، يعني البعض قرأها تحت عنوان التأجيج الوضع الداخلي وكأنه تشجيع حتى على الاحتراب أو الاقتتال الداخلي بين التونسيين. للأسف هذه ممكن تكون نتيجة من النتائج اللي يسعى لها. اليوم جوهر بن مبارك في شمس أف أم تحدث قال الاعتصام ما فضلتش القوات الأمنية، لفضل الاعتصام هما ميليشيات. قال كنا محاصرين ليلة كاملة ونهار من قبل الأجهزة الأمنية، بعد انسحبت الأجهزة الأمنية فجأة وجاءوا جماعة ميليشيات. أنا أخشى أن فعلا قيس سعيد في جزء من برنامجه إدخال البلد في احتراب داخلي. ثم هل يعقل ذاقت الأسماء أنه لا نجد إلا الحشد الشعبي لأنصار سعيد؟ الحشد الشعبي عندنا تجربة في العراق، صحيح، تجربة سيئة جدا، متاع تصفيات على الهوية، متاع حرب داخلية، حرب أهلية. هل ضاقت عليهم المصالحات حتى يأخذوا هذا المصطلح؟ أنا خشيتي أنه قيس سعيد يتعمد، يقصد، ما هيش عملية عبثية، يكرر في الموضوع حتى يوصل بالبلد إلى حرب أهلية. ولكن التوانسة أعقل من هذا، والتوانسة فايقين به، وتحولت الموضوع إلى يعني للتندر والسخرية. أنت تدخل للفيسبوك وصفحة التواصل الاجتماعي تلقى فعلا السخرية والتندر من هذا. شكرا لك سي نور الدين العويديدي الكاتب الصحفي. الدكتور موند، دكتور أيمن، هل لديك تفسير لعملية الحديث على الاغتيالات وفي هذا التوقيت بالذات؟ هو مثل ما تفضل العزيز نور الدين، الآن هي مسألة ترك الوضع دائما متوتر. يعني نحن بعد سنتين ونصف تقريبا الآن وما زال الوضع غير هادئ. يعني كل ما تيجي مشكلة عوض أن ننتظر هدوء وننتظر يعني دعوات عاقلة للعمل ولنجد إيجاد مشكلة أخرى. يعني حتى وزير الداخلية، هذا الذي استشهد به وزير الداخلية الحالي، هو أحد المفسرين، هو من أتباعي والذين كان من مسؤول حملة، هو لا يسميهم مسؤولي حملة، يسميهم مفسرين. هو الذي كان مشرف على عملية تفسير ما يقوله الرجل في سوسة، وبالتالي لما وقع عزله من طرف المشيشي رئيس الحكومة سابقا، أول إجراء تخذه أرجع هذا الرجل، فلا نعرف لماذا عزل ولا نعلم إصرار على عودته بهذه الكيفية، والآن الاستشهاد به في هذه العملية مجددا. فدائم كل الخطوات التي اتخذها الرجل من سنتين والآن تقريبا 30 شهر هو التوتير الدائم للأجواء، من عملية الرشكلو
على الذهاب للهجوم على تلك الأماكن، وهي بالمناسبة مسائل كلها يعني تخضع للقضاء في الأصل يتم متابعتها. يعني ما معنى أن تذهب إلى يعني مكان تخزن فيه السلاح سواء كان حديد أو بطاطا أو أي كان وتخلعها بتلك الكيفية؟ ما المسؤول عن ذلك؟ ما الذي يعوض الفلاح؟ ما الذي يعوض التاجر؟ ثم يتبين فيما بعد بأنه الأمور سليمة ولا يوجد مشكلة، فالرجل دائم توتير للأجواء. أنا اعتقادي الشخصي أن هذه كلها أجندات ليست تونسية، ولكن يتم العمل على تنزيلها في الواقع التونسي بشكل أو بآخر، ولكن التونس غير البيئة غير حاضنة لهذا. تونس بيئة مختلفة. لو تابعتم منذ أيام بعض العقلاء في الساحة السياسية التونسيين ما زالوا يتحدثون عن العقل، وما زالوا يتحدثون عن الحوار، وما زالوا يتحدثون عن العودة إلى العمل الجماعي. ومع الأسف السيد قيس سعيد في كل ما تحدث إلا وأوجد مشكلة. يعني أبدا لم إلى اليوم لم نستمع إليه لإيجاد حل لشيء إيجابي، دائما في العقلية السلبية، دائما في التوتير، دائما في العبث بالدولة، وهذا نراه مع الأسف في الخارجية. نحن اليوم تونس ليس لها دبلوماسية، الخارجية التونسية منهارة مع الأسف الشديد، منهارة بالكامل. منذ 3 أيام أو 4 أيام أعلن وزير الخارجية خلال زيارته لتركيا بأنه تركيا ستغير يعني ستدعم الانقلاب وستستثمر في تونس، وتبين أنه هذا غير دقيق، وتبين أنه تركيا يعني غير معنية بهذا الإعلان الرسمي الذي نشر على صفحة الخارجية. أيضا العديد من المرات تنشر صفحة رئاسة الجمهورية، وهو بالمناسبة أمور غير مسبوقة في كل تاريخ تونس الذي نعلمه من وقت بورقيبة، أنه تكون البيانات بهذه الكيفية. يعني أصبحت رئاسة الجمهورية مصدر للإشاعات. طيب صفحة رئاسة الجمهورية. نعم. البعض يقول أنه ربما الحديث عن عملية الاغتيالات وغيرها هو شكل من أشكال لفت انتباه التونسيين إلى هذا الموضوع للتغطية على موضوع هذه الزيادات التي ستدخل في بداية السنة القادمة، وكذلك عن السياسات المقبلة لحكومة بودن، والأساس هي شكل من أشكال الاستجابة لسياسات أو مطالب صندوق النقد الدولي، تجميد الأجور أو تسريح كثير من العمال، الترفيع أو رفع حتى الدعم عن بعض السلع الرئيسية في تونس، وربما حتى الوصول إلى التفويت في بعض المؤسسات الحكومية. وهذا كلام أشار إليه حتى الاتحاد العام التونسي للشغل، وقال نحن نرفض كل هذه السياسة ولا يمكن أن نتوافق معها. هل ممكن يكون فعلا هو إلهاء للتونسيين عن قضايا اجتماعية حارقة حقيقية في حياتهم؟ هذا يعني ممكن جدا، بحكم أنه الحكومة كلها ليس فيها سياسيين، ليس فيها ناس لهم تجربة أو لهم حتى لا نقول في العمل السياسي في التسيير وفي الإدارة على هذا المستوى. يعني هل يعقل أنه حكومة كاملة لم يتحدث منها مسؤول واحد علنا؟ رئيسة الحكومة لم تعطي جملة سياسية واحدة، لم تتحدث عن سياستها بقطع النظر عن الشرعية، إن كانت لها شرعية أو ليس لها هذه الشرعية، على الأقل أن تتحدث إلى الناس وتقول هذه خطواتنا العملية. إلى الآن أو أي وزير في هذه الحكومة، يعني حتى وزير الشؤون الاجتماعية لما ذهب إلى أحد المناطق وكان أحد الصحفيين حاضر للتصوير رفض الكلام في حضور الكاميرا، وطلب يعني من إيقاف التصوير حتى يواصل الحديث مع المجتمعين. فحقيقة نحن أمام يعني وزارة سرية تمارس في العمل السري، يعني وكأنه الحكومة تريد البعد عن الأضواء. ما الذي تخفيه؟ أنت حكومة، أنت مؤتمنة من المفروض على تسيير دواليب الدولة، هل يعقل أن الدولة تسير بهذه الأمور؟ يا سيدي صفحة رئاسة الجمهورية
الصفحة ليست الموقع على موقع الرئاسة ليس الصفحة على الفيسبوك لم تحين منذ 3 أشهر. لا نحن لا نتحدث عن صفحة الحكومة التي تعمل ريتويت يعني تعمل شير من صفحة رئاسة الجمهورية. يعني رئاسة الحكومة وما أعطاها الدستور وقوتها أصبحت مجرد يعني وسيلة لترويج ما تنشره صفحة رئاسة الجمهورية. فإحنا وصلنا حقيقة إلى وضع يعني كيف نقول أنه يذهب 14 مسؤول تونسي منهم وزير الصحة لاستقبال يعني المعدات الطبية المساعدات. هل يعقل هذا؟ وفي حضور في كل مرة تقريب في كل المناسبات أينما في كل مرة تأتي المساعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا يكون في استقبالها على الأقل 5-6 مسؤولين يتقدمهم يا وزير الصحة يا وزير الدفاع يا وزير الخارجية ويكون في الطرف الآخر السفير الولايات المتحدة وسفير السعودية وسفير أي دولة التي تعطي هذه المساعدات. يعني سفير في مقابل 6 أو 7 مسؤولين يتقدمهم وزير. هذا عبث بلا حدود. هذا يعني أنه لا توجد رؤية في تسيير الدولة، لا يوجد فهم، لا يوجد يعني على الأقل الحد. وهذا طبعا الآخرون يفهمونه. يعني أنت تعرف أنه الآن العديد من الدول تنتظر بيانات الرئاسة قبل أن تصدر هي. تقريبا ألمانيا انتظرت يعني يوم أو يومين على غير العادة قبل أن تبين موقفها. الاتحاد الأوروبي بعد زيارة بوريل نفس الشيء. الوفد الأمريكي نفس الشيء انتظر يعني بعد زيارة وفد الكونغرس يعني انتظر يوم أو يومين على غير العادة حتى يعرفوا أين ما هي الرسالة التي تريد الرئاسة التونسية أن توجهها للشعب حتى ثم بعد ذلك يبينونهم من طرفهم. يا سيدي رئاسة الجمهورية اليوم توجه في رسائلها فقط إلى جانب من الشعب التونسي اللي هم أتباع الرئيس، غير معنية بالشعب وغير معنية بالمجتمع بالبقية، هي فقط مجموعة من الناس. لأن الرسائل خطيرة لا معنى لها، يعني لا عمق فيها، ليست لا فيها أي أهداف حقيقة يمكن الوصول إليها حقيقية وممكن أن تخرج لا. البلاد من 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 أزماتها الكثيرة أو على الأقل من حالة الاستثنائية الموجودة فيها. ما هي الخطة في هذا؟ هل يعقل طيب. أنه بعد كل الذي حصل بعد 5 أشهر من المعاناة ومن أصبحت سمعة البلاد يعني في الحضيض على المستوى الدولي وأصبحت لا تجد حتى سفير أنه يمكن أنه يدافع على ما تقوم به الدولة، أنه السفير التونسي في الأمم المتحدة يأتي ليصوت ثم يذهب لا ينتظر حتى ليبين لماذا صوت على ذلك القرار وبتلك الكيفية، أمر غير عقلاني أن نفسره بالعقل وبالدبلوماسية وبفهم الآليات وبفهم يعني كيف تدار الأمور. لو تحاول فهم ما يحصل اليوم بهذه الآليات فلا يمكن. يعني لابد أن تكون لديك القدرة على أن تكون من أتباع السيد قيس سعيد وأن لا تفكر، تنسى عقلك، يعني تضع قدرتك على التفكير وعلى التحليل جانبا وتحاول أن تفهم ما يقوله السيد قيس سعيد أو المفسرون الذين يفسرون ما يقوله السيد قيس سعيد اليوم طيب. في كل خرجاته. طيب أستاذ أنور، بناء على كل هذا التشخيص كيف تنظر إلى المستقبل الآن؟ لأنه حتى الأحزاب التي كانت مع 25 جويليا انفضت من حوله وبالعكس اتخذت مواقف حتى جريئة ومتقدمة في المطالبة بإزالة الرئيس بأي وسيلة على غرار ما قال محمد عبو على سبيل المثال، وأحزاب أخرى تبحث عن تكتلات أو جبهة لمعارضة قيس سعيد، لكن صوت كل هؤلاء ما زال ضعيفا. قيس سعيد يتصرف وحده كأنه في الميدان بغطاء إعلامي قوي حقيقة من معظم وسائل الإعلام. أمام هذا المشهد كيف ستتوقع أن يكون قادم الأيام في ظل طبعا حراك مواطنون ضد الانقلاب وغيره من التحركات الاجتماعية الأخرى في شمال شرق تونس غرب تونس أو حتى في جنوبها؟
سيدي أولا الإعلام، الإعلام طبعا مجددا، أنا عن نفسي مثلا لو أتحدث كناشط ومتابع لا أتابع الإعلام التونسي بالمطلق، يعني هذا يعني أنا واحد من الآلاف، وبالتالي في من سيؤثر هذا الإعلام؟ هل تتصورون أن الإعلام التونسي يعني مسموع على مستوى الجهات التي بيدها القرار على المستوى سواء الداخلي أو الخارجي؟ طبعا لا، يعني شيء من الجدية، يعني احنا يعني حقيقة لما انتم في الإعلام وتفهمون اكثر منا هذه الامور، وبالتالي هذا العامل على جنب يمكن يؤثر في جزء من نوعية معينة من الناس، ولكن ليس هذا الذي سيحسم المعركة في الداخل. الذي سيحسم المعركة في الداخل هم هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم، المجتمع، هذا الشارع الذي يتحرك، هؤلاء المعطلين الذين يطالبون بحقوقهم التي أقرها القانون وصوت عليها البرلمان اللي هو قانون 38 لتشغيلهم وتشغيل يعني جزء منهم، هؤلاء المضربون اليوم الذين يناضلون بشكل يعني راقي جدا أرقى أشكال النضال وهو إضراب الجوع، وبالتالي سيكون مزار ومحج للعديد من الشخصيات سواء في الداخل أو حتى الوفود الأجنبية التي بالتأكيد ستتوافد على مقر الاعتصام وتستمع إلى هؤلاء، لأنه لا يمكن يعني أن نتجاهل عشرات الشخصيات من أطياف سياسية مختلفة وفكرية وجمعياتية وهي تقوم بهذه الحركة النضالية الراقية والعالية، لا يمكن تجاهلها في المشهد. أيضا التحركات على مستوى الشارع على هؤلاء الذين يتحركون لرفض السياسات العبثية في العلاقة بملفات التعامل مع البيئة والتعامل مع النفايات، عملية التخلص من النفايات في الجهات، ورأينا هذا في عقارب وفي مناطق أخرى، ربما الأستاذ نور الدين من الجهة ويعرفها أكثر مني، رأينا أنه لا توجد رؤية في التعامل مع كل هذه الملفات. نحن الآن ننتظر كيف ستكون الميزانية، ميزانية 22، نحن يعني وكيف من أين ستكون الواردات للدولة، كيف الدولة ستقوم بخلاص يعني تقريب ما زالت تحتاج إلى 600 مليون دولار قبل نهاية السنة كخلاص ديون خارجية، هذه يعني ملزمة بها، إضافة طبعا لالتزامات أخرى حوالي 3.6 يعني مليار السنة المقبلة. نحن نتحدث عن نسبة كبيرة خدمة ديون للخارج، هذه لا يمكن التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، حتى لو طبعت الأموال في تونس، حتى لو طبعت الأوراق، وهذه طبعا خطوة خطيرة جدا يمكن أن ينهار الاقتصاد التونسي بالكامل بسببها، ولكن حتى لو قمت بهذه الخطوة وضغطت على البنك المركزي في هذا الاتجاه لا يمكنك، هناك التزامات للدولة التونسية خارجية، وأنت الآن فتحت كل الواجهات على العالم كله بين يعني ما قاله الرجل حول وكالة التصنيف الدولية، الآن كيف يتعامل يعني يتحدث عن الميزانية ثم يذهب يتحدث عن السعادة، وتونس مصنفة في هذا المجال، مجال السعادة العالمي يعني تصنيف الأمم المتحدة، السنة الماضية كانت في المرتبة 123 على 150، السنة هذه بالتأكيد ستكون بعد 130، يعني بعد الموزمبيق وبعد تشاد وبعد التوغو وبعد كل البلدان هذه، لأنه ما حصل مع الانقلاب ليس في طريق أنه يسعد الناس وليس في طريقة إيجاد الحلول للناس مع الأسف واضح. الشديد نعم، واضح جدا دكتور أنور الغربي الناس السياسي والحقوقي، كنت معي من جنيف، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك على المشاركة والإفادة، شكرا موصول إليكم سيد الكرام على حسن المتابعة، موعدنا في لقاءات أخرى بحول الله، السلام عليكم.